السؤال الأول معنا في حلقة اليوم، هل العمل مع القوات المسلحة أو الشرطة ليس نظاميا داخل الجيش إنما في المستشفيات أو في المعامل الخاصة بهم والاستفادة من صلاحياتهم مثل النوادي والمعاش وغيره، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وإن كان حراما هل بسبب ما يحدث في البلاد أم هناك رأي آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. فالقوات المسلحة أو الداخلية أو أي نظام أو أي وزارة، أسف أي وزارة، يعني تنقسم أعمالها إلى يعني قسمين، خاصة الوزارات التي بيسموها سيادية مثل الجيش أو الشرطة وكذا، بيبقى أكثر من إدارة. في إدارة مختصة بالعمل يعني فيه تعاون مع الناس باستخدام الأسلحة وكذا، وده له أحكامه منفصلة. وفي عمل آخر اللي هو المستشفيات، النوادي، العمل اللي هو بنسميه العمل المدني الطبيعي. هذا العمل فيه لا حرج فيه شرعا إذا كان الأمر يعني يتقاضى الإنسان راتبه عن عمل جائز مباح، مش هيبيع في الكافيتيريا ولا في المستشفى شيء محرم، ولن يفعل شيئا يتجاوز فيه الشرع. في هذه الحالة الأصل في راتبه وعمله وكل أعماله أنها أعمال مباحة شرعا، وده اللي موضع السؤال. السؤال الآخر بقى، لو كان بيشتغل في القوات في السكنات العسكرية بيختلف. لا بس قبل ما نخش على عفوا شيخ عصام، قبل ما نخش على الجزء الثاني، يعني أنا شغال في معمل تابع للقوات المسلحة أو شغال في دار مناسبات تابع لإحدى الألوية العسكرية تابع للجيش المصري، عملي فيها وما أتقاضاه من أجر ما فيش فيه مشكلة، ما لي حلال في المناسبات غير المستشفى. لأن المناسبات في أفراح، لأن هو قال الغالب عليه إيه؟ مثل النوادي وغيره زي بيت القاعات الأخرى، إذا غلب عليه الحلال فهي مباح، إذا غلب فيه الحرام يبقى الأولى بأن يبتعد ليذهب لينتقل لمكان آخر. فهنا بس يفرق في دي. أما العمل في أي مؤسسة بعيدا عن العمل العسكري، بعيدا عن العمل العسكري، أيوة، ده ما فيش فيه خلاف في الإجازة. طيب الجزء الثاني اللي عصر حضرتك تقول الجزء الآخر بقى، ده اللي أنا بنتكلم فيه، اللي فيه عمل عسكري. العمل العسكري بيعتمد على هل يعني في هذه الحالة يتعامل مع براءة ويتجاوز القانون والشرع، هذا يبقى حرام شرعا عليه أن يترك ذلك، وألا يفعل، وإن كان فعل وقع في شيء أن يتوب منه. التوبة بالندم والإصرار الندم على ما فات، وصار عدم اتكال عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أصحابها. ما لم ترق دماء طبعا، أما هو ما لو رق دماء معناه ترد الحقوق لأصحابها اللي هي قصاص منه أو إلى محاكم محكمة شرعية في ذلك توضف فيها الحقوق. طيب لا، عمل عسكري ليس فيه، إنما تعامل مع مستحقين للدفاع، يعني ناس تطلع على تخرج على القانون، تعامل وفق القانون والشرع، ففي هذه الحالة لا إثم علينا. ما فيش في الدنيا بلد بدون جيش، ما فيش في الدنيا بلد بدون داخلية، ما فيش في الدنيا بلد بدون قطاعات خدمية داخلية وخارجية، كل الدنيا كده. المهم أنك أنت لا توظف هذه الوزارات وهذه الهيئات الخدمية للوطن أو للأفراد في غير ما أحل الله عز وجل. طيب عندي تفصيلة صغيرة في الجزء ده شيخ عصام، هذاك قلت العمل داخل الجيش وفي حالة الظلم أو غير من النقاط التي تحدثت عنها يجب عليها التوبة ورد الحقوق أيا كانت في النهاية، إذا تجاوز. لكن لو أنا التحقت بالجيش حق إجباري أو التجنيد الإجباري، وكنت في مكان إداري ماليش دعوة بقى، أنا في مكتب الضابط، في مكتب العميد، في مكتب اللواء، ولا بنزل الجيش ولا بنزل بسلاح ولا ليا باللي بيحصل في برا البلد، هل برضو أنا ضمن هذا الإطار برضو لازم أتوب برضو لأنني داخل في إذا فعلت شيئا محرما فقط؟ هل ارتكب شيئا؟ لا، أنا قاعد في المكتب وبكتب قراراته وما اعرفش ايه، خلاص انا مش دعوه، انا راجل اداري. لا ما نوش، ما ليس في هذا الاطار. لا مشارك في الظلم ولا انا احد الظالمين، لان مشارك لان الجيش ده ظالم الشعب وهكذا. الجيش بيحكم. اللي بيحكم من الجيش. نعم. بيت الجيش اللي قاعد في السكنات اللي على الحدود اللي كذا، علاقته بالحكم. نعم. انا بس حبيت اوضح هذه الجزئيه.